بس عم كان تسمح لي البارح سيد مصطفى بن جعفر رئيس مجلس التأسيسي صرح في شمس فام قال فصل 15 هو عملية وقائية محددة في الزمن والعدد ومضبوطة بالمسؤوليات وتتعلق بالمسؤولين الكبار في التجمع. الموضوع هذا فما ما يسمى ب يعني في المستوى الدولي هناك تقاليد ووقعت ثورات قبل في بلدان أخرى، مناش احنا أول ثورة، وشهدت العديد من الشعوب والبلدان والأمم تحولات جذرية اللي استوجبت تغيير من نظام استبداد إلى نظام يتوق للديمقراطية، وقام محاسبات، لكن المحاسبات قامت بها العدالة، قام بها القضاء المستقل، قاموا بها تجاه أفراد بعينهم على أفعال بعينها. وعادة خذت مدة، علاش خذت مدة؟ خذت مدة باش تقع في هدوء وباش ما تأججش الأوضاع وباش تنجح المراحل متاع الانتقال بأيسر، في أيسر السبل، بصورة سلمية وبأقل التكاليف على تلك الشعوب. هذه الفلسفة، يعني أنه ما نعتقدش أنا أولا حزب نداء تونس من جانب معين غير معني بهذا الموضوع، هو علاش كحزبة كحزب كحركة يزيد فهمنا كحزب هو علاش غير معني بالأمر، غير هو معني به بصورة مبدئية. كيفاش سيخ مايس؟ يعني سي كونتراديكتوار، غير معني يعني مانيش ما نحسوش في روحنا مستهدفين بهذا الامر، رغم اللي عندكم تجمعين يعني مرحبا في الحزب نتاعك ومازلنا منهم، منهم من المسؤولين الكبار في التجمع يعني بيهم. معنيين بالفصل هذا. سبعتني مترشح سي محمد غريان، هات نجيو طول نعرف ايش نعملوا احنا، لكن نحكي على المساله هذه، يعني مساله وطنيه ولات، مش مساله حزب. حركه نداء تونس خلق من رحم الثوره وخلق من رحم المرحلة الانتقالية، جاء باش يعدل الكفة ونجحنا، وجاء باش يساهم في إنقاذ تونس. هذا موضوع بمعنى غير معناتها من الزاوية هذه غير معني بالأمر، لكن معني به بدرجة أولى. وكنا في طليعة الصف اللي نظم المظاهرات ونظم التجمعات قدم المجلس التأسيسي، ووقفنا داخل مؤسسة المجلس التأسيسي وفي مستوى الإعلام ومن زمان ضد التمشي هذا الإقصائي، نظرا اللي احنا موقفنا ضده، لانه قانون تحسين الثوره كان معني به نداء تونس ومعني به سيد باجي قايد سبسي قبل غيره سيخ مايس، هذاك علاش جيتوا ضده انتم القانون هذا؟ لا لا، معني جينا ضده سي الباجي وغير سي الباجي، وفي طليعه الصف ربما ناس غير معنيين اصلا. انا نذكرك وقع تجمع كبير قدام المجلس الوطني التأسيسي احتجاج على هذا القانون الإقصائي الخطير اللي نعتبروه، لأنه يقصي رئيس حركتكم أول واحد. لا لا لا، تقريب قرابة 40 نائب من مختلف الكتل الديمقراطية والتقدمية في البلاد، والأغلبية الساحقة بالفاشة بعلم تونس طلعنا على المنصة غير معنيين بالمرة، كنا في السجون وكنا في التهجير وكنا في الطرد وكنا في كذا، لكن نتحرك من مواقع مبدئية، ولا زال حزب نداء تونس من موقع مبدئي ضد هذا القانون الإقصائي، لأنه هذه بذرة الفتنة وهذه ماهيش معالجة، وإذا كان ثم معالجة وإحنا أول الناس المطالبين بها هي القضاء العادل النزيه، يتناول الأمر هذا كأفراد على الأفعال في طريقه وبصورة عقلانية مش بصورة تصفيات وتأجيج وتحقيق.